voy a la playa, había subido la marea. صاحب الضحكة الأسطورية وداعا. خوان جويا بورخا أو إل ريستاس، سنفتقد ضحكتك وخفة دمك. الممثل والكوميدي الإسباني ودع هذا العالم تاركا حزنا كبيرا، هو الذي ضجت ضحكته الكرة الأرضية وضرب بها المثل. الضحكة توقفت عن عمر 65، لكن صداها سيبقى يصدح في قلوب محبي إل ريستاس الذين توجهوا إلى منصات التواصل الاجتماعي ناشرين صور بورخا ومقاطع لضحكته الشهيرة في وداعه. الضحكة الأسطورية انطلقت إلى العالمية عبر مقطع فيديو يعود لسنة 2007، وما زالت حتى اليوم تنشر وتضحك وتستخدم في فيديوهات ساخرة وميمات حول العالم، والأكيد أنها ستبقى لتخلد ذكرى الراحل. الممثل الذي أضحك العالم كان يعاني في آخر أيامه حرب مع مرض عضال وبتر ساق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في إشبيليا، رحلة معاناة مختبئة وراء ضحكة شغلت الناس. خوان جويا بورخا، شكرا لأنك أزحت بخفة دمك وضحكتك عنا هموما كثيرة وجعلتنا نضحك. وداعا لرجل أضحك العالم، كل العالم، وتألم سراً.